نبدا بهذه الطريقه هذه كنخدم غير باش نوصل باش نبدا لكم الطريقه كيفاش كنبدا باش نشرحها لكم. باش بديت دابا نبدل اللون على ايه كتكونوا تخدموا في الاول واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة كتوصلوا خمسة كتبدلوا اللون. نشرح لكم دابا غنمشي بنفس اللون. عندي هاد اللون هذا عندي هذا هما الاساسيين اللي كنمشي بهم. عاد كندير هاد الديكور هذا اللي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة. من دابا عند الربعة كنوصل لهنا ما بين هاد الكوغي وهادي كندير هاد كندير هاد اللون هذا وشوية كيبان قريب لي ولكن في الخدمة كيبان الفرق. صافي كنبقى غادي هادي غادي بيها كمايلة باش غنسدها هنا بحال هادي كنبقى غادي بيها مايلة. دابا هنا الكوغاي اللولى هي التانية غطلع عاوتاني كوغاي كنبقاو غاديين مايلين تبقى تسد لينا في الجنب. دابا هاد ثلاثة صفرين حاجة بقاو ثلاثة نتأكد واحدة ها جوج ها صافي حدا جوج شادو كتسد. هنا كنزاد العبنة لهنا ديما منساوهاش باش ميخسر باش يبقى لنا الحساب مقاد.
دابا هاد الحقيقه كتكون خارجه لكم شويه من الراس ديالها. الطريقه باش تكادو غنوريكم الطريقه. كتشدوا هاد المقص ياك، كتشدوا هاد الحقيقه كتضربوها شويه من جنب فوالا، باش باش متبقاش خارجه لكم من الجنب، تبقى مقاده في الزواق. عجب الماس يكون نقيق ما مقادش، نبقاكم ورا نقلبو نركبوها ومن بعد نقادوها، ساهله ما تخسرش باش متبقاش تجرح في سميتو في الخدمه او تبقى تخرج بحال هكا فوق الخدمه. كنبقى نتبع نفس الطريقة، هانتوما وحدة وجوج جوج تلاتة تلاتة أربعة. هنا ديجا عندي هاد الوحدة، دابا اش غندير؟ غندير وحدة قبل منها وحدة من موراها، هاي نفس اللون. هذا باش نفرق الاولى، وحده من هنا وحده من الجهه، هي اللي غتستنى من هنا باش نداو الكوغي نسدو فيها عاوتاني. دابا انا هذاك غدا كنسد في الزواق، شفتو جوج لمنين ديال الصفر عاوتاني، ها هو الاولى الثانية. بحال هادي عليكم، هادي سهلة، شي ورقة فيها كروات باش تفهمو ليها مزيان. نشمع لكم في شي ورقة نحطها لكم تقدرو تتبعو عليها. من الحين نجبدو قطعو تحساني باش ما يبقاش يبزطنا في الخدمة. نبقى غادي عاوتاني نفس العملية، هما اللوان شوية متقاربين ولكن كاين الفرق بيناتهم. هاو الغوز ما كدير فيه هاد اللون كرونة ما كيعطيكش اللون ديالو النيت الأصلي، دو مشكل في اللقيق على حسب ملي يكون جيجي ماشي مات ما كيعطيكش. دابا هنايا ثلاثة، أنا غنزيد وحدة من هنا وحدة غيوليو خمسة. هانتو ها وحدة، لا غيوليو أربعة، كان ثلاثة غيوليو أربعة. دا جوج، دابا ثلاثة، دابا وحدة جوج، دابا ثلاثة فوالا. دابا هانتوما غادي كنسد دابا لبنين وحدة صفرا صافي. غتبقى النعوينة فوالا، نرجع عاوتاني ديما الضربة في التوب غير بشوية، مهم الضربة ديال التوب باش تكتب ليا الخدمة أنيقة زوينة. لا يدي خفيفة راه غير كنمشي من واحد التواش
ياك تسمى راندا ماتسون. أشكال هندسية، طريقة الأشكال الهندسية. قال هذا شنو نتاعك كيفاش كنسد جوج ثلاثة باغي ندير هاد سميتو هادا وحدة جوج ثلاثة ثلاثة جكوغاي وحدة جوج دابا وحدة صفر هي هنا غنبدا لكم التغيير، عاود غنبدا لكم التغيير، هانتوما نوريكم كيفاش كيبدا. بحال غنبدا من هاد الطريقة، من هاد البلاصة، بحال هاكا غنبدا، هانتوما نشوفو كيفاش كندير، غنكون راجعة غادي نبدا. دابا غنبدا هنا، وحدة جوج جوج قوي مشاكل جوج هما على اي دابا غنبدا بالخضر غنكمل بهاد الغوص صافي مني بقى رجلي مني ويتسالي من ما حد كنقص هنا وبادي في الجاخر من نفس الشيء هنا هنا كنقص وهنا غنفتح واحدة اخرى جديدة دابا غنسد هنايا نتوما ديما نجرد الخيط مزيان باش مابقاش خارج ليا فوالا نجرد مزيان ونقطع عاود تاني غيضة أولا كندير الخيط طويل مصيبة نتوما السي علي شفتي الوقت بعد كبير مش بيعجبني.
بالنسبه لبابا بغا ينتهي ليا معليش نمشي صافي. دابا كنتسد دي من العوينة اللي شاركينا ما تنساوهاش، ما تغفلوش عليها باش ما تنقصش عليكم في الخدمة، يبقى لكم متقرا على الخدمة دوكا الجمعة، تبقى غادا الخدمة قاعدة هكا. هنا هانتوما كملو العملية، شوف الطريقة كيفاش غنشرح لكم دابا مزيان مهمة. دابا هنا ها وحدة شفتو، ها جوج. دابا كاينه هنا خضرة، خصك تجي وحده قبل منها أو وحده موراها. هانتوما شوف وحده هنا وحده موراها. نكمل التاني بهدا غادا. دابا انا غادي غادي كنسد في الكوغ هاي، هاد الليموني غادي كنسد فيه دابا صافي القهوه وغنسدها هاي. هانتوما شفتو ها وحده وقعدت باش نسدها عاوتاني. شتو هاي دابا عاوتاني دابا سديت كلشي عاوتاني. انا غنبدا عاوتاني طون ثم وحده هنا كاين ثلاثه. دابا غيولي جوج غيولي ثلاثه يمكن. فوالا وحده قبل من هادي وحده وسط أو وحدة من بعد هاي شتو. ونكملو عشان بهدا العوز أو غادي ندير ما عنديش غشمة، درتها غير من دماغي. هانتوما الكوغيا بقات غير وحده قريب تسد، بقات وحده وغادي تسد. هانتوما هادي غنمشيو نرجعو يمكن، لا بقات غير هادي صافي، بقات غير وحده منظنش. المهم على اي غادي يمكن نقيو في هادشي، مبقاش يبرصدنا ضربو بشويه. ردو البال باش مضربوش بشوف ديما نردو البال. فوالا دار
نهضروا غير مره كيتعكس معكم شويه الخدمه. نسمع واحد اللي كنت في الاول باقي ما بدا ديما كيهرب ليه الخيط ما كيبقى بحال دابا باش يجيبوه هنا كيبقى صعوبه. دابا حنا تعودنا هادشي علاش دابا ولا كيمشي فين الخدمه كتمشي في يدينا دغيا. ما اذا كنا مبادي ديما يبقى يهرب ليه الخيط باش يجيبو لهادشي خاصو ديما يبقى داير معاه. ديما كنقول لكم في الجنب ما تنساوش العوينه اللي كاينه في الجنب ما تنساوهاش. نزل عوين هادي هي و نزل دابا تلات شحال خمسة دابا غيوليو ها وحدة جوج تلاتة أربعة نكملو اللغز عاوتاني شتو تبقى عندي باقا لي مني وحدة صافي هيا ست شتو بقات غير هادي لأن غنرجع لستر صافي غنخدم عادي شتو فوالا كومسا تشوفو مزيان كتبان ليكم واضحة شنو البدية كيفاش كتبدا تلقاو بعدا نتوما شنو البدية كنبدا هانتوما هنا وحدة جوج ثلاثة ربعة ملي كندير ربعة كندير وحدة بلون آخر نكمل بقى غدو هنا غدو كنقص وهنا غدو كنزيد وكتبقى نفس العملية درت هنا وليدا كاينة هنا هانتوما دابا أنا غنسد هادي صافي دي آخر ليمونية مبقيتش غندير صافي غادي تسد هاد دابا نرجع بالغوز صافي بوحدو هانتوما شو كنتمنى تكون الخدمة واضحة كتبان ليكم هانتوما شفت لكم بالطريقة كيهرب الخيط نتوما تجبدوه كيكونو قرب بعضياتهم كيتخسر ليكم سيرو بشوية فوالا كومسا شتو فوالا كومسا دابا اش غندير خدمو يديكم حيدو البرو خدمو يديكم بحاكا وديرو بحاكا باش يتجبد رجع في المكان فوالا دابا غندوزو لهادشي فوالا ليه مقطع الخيط ديال هاد الخيط
باش ما يخصنيش ديك الخدمه ملي كيوحل ليا في الخدمه. دابا هنا هانتو ندير الخضر ماما نتوما صافي. دابا هاد اللون سهل دابا غنبدا في هاد الزواق بحال هكا. الاول الثاني تبر معايا مزيان هما جوج ياك. دابا هنا باش غادي نلعب نلعب بالشيب فوالا بحال درت في اللول. هنا كندير غير وحده كنبقى غادي شتو. دابا هنايا صافي هاد التسوق تسدات نمشيو بهاد اللون بوحدو هانتوما. وهذا غيبقى يطلع نفس الطريقة هانتوما شتو. هاهو صافي هادي دابا هاهي تسدات صافي شتو هانتوما. شتو دابا انا كنتسد وانا غادا كنفتح عاوتاني هادي. دابا بالنسبة لهنا مكاينش فين نزيد في الجيم مغاديش نزيد وانما الطريقة شنو غادي ندير تبع معايا مزيان شتو. هنا دابا غنضرب في نشوف غنضرب في التروب هيا هاد العوينة خضراء هانتوما معنديش فين نزيد وحدة أخرى غندير هنا هانتوما وحدة تبعو معايا مزيان ها وحدة ها جوج شتو. هنا هنا غنلعب وحدين خليش سباس بزاف هانتوما. شتو بحال هكا كنقطع العصافي دابا نفس الطريقة صافي. وكنبقى نتبع نفس الطريقة كندير هنايا. دابا غنولي ندير البيضة هنايا جوج خضرين وحدة زرقاء وكنبقى غدا مايلة غدا مايلة مرة جوج. هنا اللولة في غوز تانية جوج غوز ثلاثة غوز كنبقى غدا بنفس الطريقة هنايا جوج خضرين وحدة شيبية جوج خضرين نبقى غدا بيها. كنتمنى تكونوا فهمتوا استوعبتوا الطريقة ديالي وشكرا.